I gotta say, that is a very handsome client. Why didn't you set me up with him? Please be with the picture. Please be with the picture. You deserve someone nice. Ethan? That's me. I thought you would appreciate the best sushi in LA. One drink? ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعة فيلم ران سويت هارت ران. الفيلم بطولة إيلا بالينسكا وبيلو أسبيك، والفيلم كتابة وإخراج شانا فيستا. بالنسبة للمخرجة، الفيلم ده يعتبر خامس فيلم تكتبه وتخرجه بعد فيلم The Greatest وCountry Strong وEndless Love وفيلم Boundaries. فيلم ران سويت هارت ران اتعرض أول مرة في مهرجان السان دانس يوم 27 يناير سنة 2020، وكان متحدد انه ينزل في السينمات يوم 8 مايو من نفس السنة، لكن بسبب المشكلة اللي بيواجهها العالم ميعاد نزوله في السينمات اتأجل اكتر من مرة، لحد ما شركة امازون ستوديو اشترت حقوق الفيلم ونزلته على الشبكة الخاصة بتاعتها يوم 28 اكتوبر سنة 2022. الفيلم بيحكي عن امرأة شابة اسمها شيري، وشيري دي كانت ام وحيدة لطفلة صغيرة وكانت بتشتغل في مكتب محاماة. ففي يوم مديرها اتصل بيها وطلب منها ان هي تحضر اجتماع بداله مع احد العملاء علشان هو مش هيقدر يروح بسبب احتفاله في اليوم ده بعيد جوازه. فشيري وافقت وراحت تقابل العميل، واول ما شافته اعجبت بيه جدا وخرجوا يقضوا وقت جميل برا. وبعد ما خلصوا فسحتهم طلب منها العميل انها تقضي معاه الليلة في البيت، فوافقت ودخلت البيت، وبيبتدي احداث الفيلم. برغم ان الفيلم مسلي ومثير وتمثيل البطلة إيلا بالينسكا كان ادائها مقنع وجميل جدا في الفيلم ده، الا ان كمية المواقف الغير منطقية كانت موجودة في الفيلم بكمية كبيرة وغير طبيعية، والاضافت نوع من الكوميديا برغم ان الفيلم مش كوميدي، بالاضافة لسذاجة الفكرة والقصة. فعرفت على طول ان هدف الفيلم ده تقضية الوقت مش اكتر. فلو حذكر موقف من المواقف الغير منطقية، مثلا سرعة التعرف والارتباط بين ابطال الفيلم من المقابلة الاولى كأنهم يعرفوا بعض من سنين. النقطة دي في الفيلم تعتبر حلوة ووحشة في نفس الوقت. حلوة عشان صناع العمل دخلونا في القصة على طول وفي الموضوع على طول من غير مقدمات طويلة، ووحشة علشان التصرف ده كان غير منطقي بعض الشيء. واللي عجبني في الفيلم برغم مدته اللي كانت حوالي ساعة ونص، إلا إن كانت أحداثه سريعة وما كانش فيها لحظة ملل. والجميل في الفيلم كمان كان أداء بيلو أسبيك، عشان زي ما احنا عارفين الممثل ده متخصص في النوع ده من الأدوار. فلما صناع العمل حبوا يجيبوا ممثل عشان يقوم بالدور الشرير، جابوا بيلو أسبيك اللي أدى الدور بمنتهى السهولة والإقناع، وده طبعا بسبب خبرته الطويلة في النوع ده من الأدوار. فأنا مستغرب الممثلة إيلا بالينسكا أول ما شافت بيلو أسبيك في أول الفيلم خالص، ليه ما طلعتش جريت على طول؟ ممكن عشان تقريبا ما شافتش أعماله قبل كده. فالممثل ده الصراحة في رأيي ما ينفعش في الأدوار الطيبة خالص. الحلو كمان في الفيلم ده كانت طريقة هدم الجدار الرابع أو كسر الجدار الرابع، فكان جميل جدا والصراحة أحسن من هدم الجدار اللي كان في مسلسل شي هالك، علشان في مسلسل شي هالك كانت بتهدم الجدار على دماغ المتفرجين، فكنت ابتديت اكره الفكره دي، لكن في الفيلم ده اتقدمت بطريقه جميله. خلاصه الكلام، فيلم ران سويت هارت ران فيلم جميل ومسلي، وبنصح بيه في حاله ان المتفرج ما عندوش افلام تانية يتفرج عليها. تقييمي لفيلم ران سويت هارت ران هو 5.5 من 10. واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم يا ريت يقولوا في الكومنتات السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا وما عجبهمش يا ريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.